الشيخ. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله والله الإحصائيات اليوم تقول أن 24 جريح واثنين متوفين بالكتائب وسبع شهداء، ومعظم السلاح اللي يستعملوا فيه هو القنص السنايبرز، هذا يستعملوا فيه هذا القنص، أسلحة خفيفة، لأن ما عادش عندهم لا أسلحة ثقيلة ولا شيء، أسلحة خفيفة بتلمد الشوارع. Thank you.